والصيام أيها الإخوة مع كونه ركنا من أركان الإسلام إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا، فمن فضائله أن الله تعالى افترضه على جميع الأمم، فلولا أنه عبادة جليلة محبوبة إلى الله ما فرضه على جميع الأمم. ثانيا أنه سبب للتقوى كما سبق لقوله لعلكم تتقون. وثالثا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتسب الأجر عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من فضائله أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وإذا ثبت أن الصيام جامع لأنواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب بس. ومن فضائله وهي الأخيرة أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القيام: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفعان.